Una vez más, muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a bordo en el aeropuerto de Raval. La duración del vuelo de hoy será aproximadamente 1 hora y 30 minutos y con ustedes va volando el capitán Héctor. Pegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados como ordenadores deberán ser apagados. Aterrizaje. Gracias por su atención. Por favor, siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Señor pasajero, se les había salido que encuentran al panel superior. Y en caso de su autorización, no olviden quitarse su mano. يرجى انتباهكم الكامل لعرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة. هذه الإرشادات قد تختلف عن التي سمعتموها من قبل على متن طائرات أخرى. برجاء إزالة سماعات الرأس لمتابعة هذا البيان. جميع مخارج الطوارئ مشار إليها بعلامة إكس الحمراء. في حالة الطوارئ ستقودكم الإشارة الضوئية بالممر إلى أقرب مخرج. تتواجد المخارج على جانبي الطائرة بمقدمة ومنتصف ومؤخرة المقصورة. جميع المخارج مشار إليها في بطاقة تعليمات السلامة. قد يكون أقرب مخرج خلفك. في حالة الإخلاء عند الطوارئ يجب ترك جميع حقائب اليد. بربط حزام المقعد أدخل اللسان المعدني في الطرف الآخر ثم شد الحزام حتى يضيق. لفك الحزام ارفع الغطاء المعدني لأعلى. إذا حدث انخفاض مفاجئ في ضغط الهواء داخل المقصورة سوف تتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من الطاقة على رؤوسكم. الزم مقعدك واسحب القناع بقوة إلى أسفل ليبدأ تدفق الأكسجين. ثبت القناع على الأنف والفم ثم شد الرباط المطاطي لتثبيته. تنفس بطريقة طبيعية. لا تقلق إن لم ينتفخ الكيس فالأكسجين يتدفق. ضع قناعك أولا قبل مساعدة الآخرين. توجد سترة النجاة داخل جيب تحت مقعدك أو بطاقة أعلى رأسك. عند الضرورة قم بإزالة سترة النجاة من الكيس وارتدها من جهة الرأس. اربط الحزام حول خصرك واشبكه من الأمام بإحكام. لنفخ سترة النجاة قم بشد السدادة الحمراء إلى أسفل. يوجد أنابيب لنفخ أو إفراغ الهواء وضوء للفت الانتباه. لا تقم بنفخ سترة النجاة حتى تتواجد خارج الطائرة. قبل الإقلاع يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في محيط مقعدكم، حيث تحتوي على تعليمات خاصة بطراز هذه الطائرة. من الضروري اتباع تعليمات أفراد الطاقم وكذلك الإشعارات الضوئية. أذكركم بأن التدخين ممنوع على متن هذه المركبة. يجب وضع حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقاعد التي أمامكم. لا يجب عرقلة الممر أو المخارج بأية أمتعة. الآن يرجى التأكد من ربط حزامكم بإحكام وغلق مائدة الطعام وإنزال مساند المقاعد وفتح ستائر النوافذ. من أجل سلامتكم أوصيكم بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة طوال الرحلة. يمكنكم استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل اللوحات والهواتف النقالة خلال الرحلة فقط في وضع الطيران. يرجى اختيار وضع الطيران الآن. امسكوا أجهزتكم جيدا أو ضعوها في جيب. إذا كان هناك تلف بالجهاز أو البطارية أو كان الجهاز ساخنا أو يخرج دخانا أو وقع بداخل هيكل المقعد أو فقد، برجاء إبلاغ طاقم الطائرة على الفور. يجب إطفاء الأجهزة الأكبر حجما مثل الحواسيب النقالة ووضعها في حقيبتكم أثناء السير على المدرج والإقلاع والهبوط. أشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة.
y caballeros, vayan a darles la bienvenida al aeropuerto de Rabat, donde las locales son aproximadamente las 2:30 de la tarde. Por favor, merezcan sentados con los cinturones de seguridad correctamente abrochados hasta que el avión se haya parado por completo y la señal luminosa de los cinturones haya sido apagada para ustedes. Tengan cuidado cuando abran los compartimentos superiores, ya que alguno de ese equipaje se haya podido mover causándoles daños. Para aquellos que fumen, les pedimos que se abstengan de hacerlo hasta que lleguen a una zona designada fuera de terminal. De parte de su capitán, primer oficial, pero especialmente la magnífica tripulación de hoy a bordo, nos gustaría agradecerles que hayan decidido volar con nosotros y esperamos claramente desde alguno de sus futuros vuelos. Una vez más, muchísimas gracias. Que tengan un estupendo día. Ladies and gentlemen, Ryan is delighted to welcome you to Rabat Airport. The local time is approaching 2:30. Please remain seated with your seat belt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the passenger train has reached instead of you. Please take care when opening the overhead lockers. Those items may fall out and cause you injuries. And for those who smoke, we simply ask you to refrain from doing so until you reach your designated smoking area once out of the terminal building. We have your captain to stop.